الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية بريميوم، طابت أوقاتكم بكل خير ويسرني أن ألتقي بحضراتكم هذا المساء من معقل بولونيا ريناتو دالارا. بولونيا يستقبل هيلاس فيرونا في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي. تصل كلاعبين يعني لعبوا في نفس الفريق خطير. الله أرناوتوفيتش الهداف يسجل المباراة الثانية على التوالي، هدف أول يسجل ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 21، يعطي الأفضلية والأسبقية لبولونيا بهدف أول في الدقيقة 21. نعم أرناوتوفيتش في الناحية اليسرى، عرضية الكرة خطيرة، فعلها توماس يسجل بكرة رأسية. نعم سجل في مرمى نابولي في المباراة الماضية، يعود ويسجل في مرمى بولونيا في هذه الليلة. يعيد هيلاس فيرونا للمباراة، يرفض فيرونا بيتركها لحارس المرمى مونتيبو، ضغط من جانب ماركو أرناوتوفيتش، هذه كرة خطيرة 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 خطيرة، الكرة باتجاه المرمى، لكن كل لاعبي فريق بولونيا معظمهم داخل منطقة الجزاء، لكن تخدم الدفاع، خطيرة هذه الكرة، تسديدة لكن مونتيبو في المكان، استعيد هذه الكرة أورسوليني في وسط الملعب. بطاقة حمراء، بطاقة حمراء يرفعها حكم المباراة مارتشينارو على أورسوليني، بطاقة حمراء، رابع بطاقة حمراء هذا الموسم، ويرا قبل صافرة النهاية من جانب مارتشينارو. في هذه اللحظات تطلق الصافرة طبعا ماتيو مارتشينارو.